جيمي قل له للكرسون يجيب لنا لحمه. ليكو صعد الفريكه مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ انا باكله كله. هلا انت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمه. لا تخاف جارنا ما بيزيد شيء، اذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بقول فكان تيك اواي، ضري بأشعر شوفي على الطاولات بأفكار. هدي جاتنا معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام مرحبا استاذ جميل. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام هيك بداتا. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا يا امي، الله يخليكي. اهلين عن اذنكم. سألتني. هي رئيس القسم عندي بالمديرية. رئيس القسم عندك؟ ايه شبك مستغربة، انا كل رؤساء الاقسام اللي عندي معينهم النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. ما كان شو قصدي؟ وهيك انه يروح فكرك لبعيد وتفكري اني بعرفها او متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني انا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي انا بعرفك ومطمنتلك، بس ما حلو رئيسة قسم خليها تمشي. شو قصدك؟ كان مفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ دايما جارنا صحوا. هلا أم محمود إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني شبعت، أكلت عن جمعة أنا. صحوا هنا على قلبك يا هنا. خالصين أستاذ؟ إيه خالصين إيمو. اتركوا هذا صحن الفريكة، اتركوا. أنا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة إذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي إياها هون، تعال. الزق. تيك اواي اوان ما بدي اسوكي اوان بدي. ام محمود خدي الخبزات كمان. لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو اليك، هدول مني للقطاط. ايه ها اذا كان رفق قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي. شو بيحب المخلل؟ هات. هذه خور فكاني مدينة السحر حيث طاف بها الجمال. طاف يعني دارة، اي حامة حولها، مو طافة مثل ما بتطوف بلليعك وبتنزل عندي. تصيها منيح تعي يقبر قلبي ابني محمود. هون شركته قال بيشتغل مدير انتاج وهون ساكن. ليك الشقه شيتو شفتيها؟ يقبر قلبي بيشتغل مدير انتاج. قال ما بعرف. الله يخلي لك يا ما قلتي لي وين كنتي الظهر؟ دقيت عليك الباب ما لقيتك. رحت اتغديت بالمطعم. تغديتي بالمطعم ومع مين؟ مع مين يعني؟ مع جارتنا هناء وجوزها عزموني. تعرفيني انا ما بحب اكل المطاعي، بس شو بدي ساوي؟ اجبروني، حلفوا علي 100 يمين و100 عظيم اني انا اروح معهم. ما رضيت، حاولت اعتذر وهيك ما قدرت، جروني جر من بيتي. قمت رحت. وشو اكلتي بالمطعم؟ ما دقت الاكل، قلت لك ما بحب اكل المطاعم. بعدين هن ما طلبوا شي بيتاكل وما كتير، يا دوب شبعوا الاولاد. يا لطيف شو بخلا لك، مالهم قد الحمل، ليش لحتى يغصبوا الناس ويجرجروهم من بيتهم؟ اما صحيح انهم بخلا وما عندهم ذوق. يمينا من سيرتهم هلا، قلتي لي اجيتي لعندي، شو كان بدك مني؟ اجيت اعطيك ال100 ليرة، اجت الدرس الاول لسهام. هاتيها بسرعة لأم حلقة من الدفتر. يا
ماشي انت مسجلتيها؟ طبعا مشان ما انساها، بعدين بتروح علي لك ما بتعرفي لك مطرمخ هالمثل شو بيقول. شو بيقول؟ كل سر اذا جاوز الاثنين شاعة، وكل امر ان لم يدون بالقرطاس والقلم ضاع. هاتي هاتي المية. تفضلي. وقومي قوام شطفيها قبل ما تنسي وتسجليها علي مرة ثانية. معلوم. ما بتتكف، بعرف بدك تنزل تلعب بالشارع مع الاولاد. ما بهرب بس اتركني. لك شوفي ليش عم تتخانقوا؟ خلي ام محمود له قرار يتركني. اتركه ليش هالكلام شو؟ خلي ام محمود ينزل يلعب بالشارع مع الاولاد بالحجارة. لك اتركه، ايميل روح لهنيك طولان، اتركه، اسبله بقى. سليم حبيبي، جاي على بالك تاكل عوامي؟ جاي على بالي اكل عوامي، عندك بحبها كثير. انا كنت طعميتك عوامي، بس ما عندي طحين اعمل لك عوامي. هات المصاري بنزل بجيب لك طحين من عند البياع. شو مصاري ما مصاري تفل دمان. حبيبي سليم بخاف انا، بدي نازل عم تقطع الشارع، تطرقك سياره يا خسرتي عليك كون انا السبب. لا ما بدي، انا بدي مشانك سليم. تعال وشوف شو اذا جاي على محلك الحوامي. اتفقنا؟ اتفقنا. حط كفك هون. هلا انت شو الله عذبك بهيك اكله؟ لك اطفي الوجدها، هو كل يوم رح يشتهي هالاكله. كنا اشترينا له بكره ضرب سخن عوامي. مو طيبه عوامه السوق بالبيت اطيب، على القليله بتعرفي شو عم تحطي. مطاوله ام محمود؟ لا يلا ها خلصت، روحي انت حطي الزيت وحمي مشان اليوم. يعني عيني. كمان هدول ما بيكفوا. هيك لك كمان حطي كمان. العوامة لازم تعوم عوامان، لكن ليش بحمص بسموها فواشات؟ لأنه بتفوش على وش الزيت. حطي القنينة كلها ما بينكبوا بيضلوا لمرة تانية. ولي لسه في مرة تانية؟ لك ايه مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. دول الزيتات ما بيصير لهم شي بينقلب يرد فيهم. انت ما دام احتجتيني بعوامي ناديلي، بتلاقي ام محمود شباكي لباكي بين ايديكي. ها 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 هيك منيح. ورجيني لشوف. تفضلي حطي كمان. هيك كمان. هيك كمان. ايه هيك ايه حاجه بكفوا بكفوا. يعطيك العافيه، روحي انت شوفي جوزك ولادك، روحي بعد نص ساعه رح تاكلوا اطيب عوامه بالعالم. شو سليم ما بدك تاكل من العوامه اللي طلبتها؟ طيبين؟ دو اذا كانوا طيبين ولا لا. دو مو طيبين يلي بيجيب لنا اياهم خالي اطياب. تفضلي ام جميل تقبريني دويهم كانوا طيبين ولا لا. اسلموا ايديكي. ما بهون شيء، بس لو كنتي مبرده القطر وحاطه العوامه سخنه بقلبهم كانوا بيطلعوا اطيب. بس على كلن يسلموا هالديات. ودياتك ابو طارق دو تقبرني دو اعطيني رايك. أنا رأيي من رأي أمي. ما بدك تدوق بالأوان. إذا دقتهم أمي عدنوا أنا دقتهم. لأنه إذا ما عجبوكم بعملكم غيرهم وعلى طريقة أمك، يعني بغطس العوامة السخنة بالقطر البارد. لا لا أم محمود، ما بدنا نغمس العوامة السخنة بالقطر البارد ولا العوامة الباردة بالقطر السخن. زيح أمي. جننتوني أنتو. إذا ما بدكم عوامة خلاص بلا العوامة، تساوي لكم بكرة ستاتي. عندكم سمن عربي؟ لا ام محمود، نحن ما نحب الستاتي ولا الايان. تفضلي. مستعجلة كنتي كثير على القهوة، بس بدها تقلعني. تفضل حبيبي جميل، تفضل يا قلبي. الحمد لله، اكيد مو قاريتا. شربي قهوة ام محمود. هاتي حبيبتي. ليش لحتى ما اشرب؟ بشرب شو ناقصني انا؟
ليكون متضايقين مني كمان. يلا ماما روحوا انتوا على اوضتكم ادرسوا مشان تخلوا تيتا تعرف تشرب قهوه. روحوا خلينا قاعدين، اشتقت لهم كثير انا. لا انا فكري مرت عمي انهم يخلصوا دروسهم بعدين يجي يقعدوا معك قد ما بدك. يلي بيسمعها بيقول عندهم بكالوريا. يلا بابا رجعوا لاوضتكم واسمعوا كلام الماما. يلا يلا روحوا روحوا. يا هيك رجال يا اما بلا، ما بيخالفوا نسوانهم بكلمه. اهلا وسهلا مرت عمي. يا اهلين. اهلين فيك يا عيون مرت عمك. جميل صار وقت موعدك. انو موعد؟ موعدك مع همام. من وعده همام؟ وانا شو بعرفني انت اللي بتعرف. وانا منين بدي اعرف؟ بدها تخترع له موعد اختراع مشان يروح وما تخليني اخذ راحتي بالحكي معه. هلا حبيبي مو انت الكاتب على الورقه، لا تنسى الموعد الساعه 6:00 وبالعلامه مخربط، بدل ما تكتب همام كاتب هيام، مو مزبوط؟ اذا ما بصدقني بجيب لك الورقه. لا 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 جيبيها اتركيها، ما عم بدي اياها الورقه. حتى هيام عم تقراها همام. هذا صمام الامان اللي ما عم ينفجر، راح يجنني. منو هذا يا مو؟ لا ما في شيء يا مو عن اذنك، بس عندي موعد الساعه 6 مع همام. اذنك معك تقبرني، انا قاعده مالي غريبه. قوموا لا ارجيله. قوم انت واخوك دنكور على دروسكم. يلا هما. اهلين مرت عمي. اهلا وسهلا. بالمهلي تقبريني. هنا هنا مين هما؟ عم بعرفه انا.